اهلا بكم مشاهدينا في قناه باقه افكار. النهارده فكرتنا عن ازاي نعمل كفر للكمبيوتر وكمان مفرش الكفر من 6 قطع لترابيزه الكمبيوتر، وازاي نزين علبه السي دي. اول حاجه عندنا ده الكفر بتاع الشاشه، هو عباره عن مستطيل من قماشه كبيره، يعني حطينا له دانتيل وكمان عملنا له قلب، يعني ممكن تحطي اي شكل، شكل جميل. دي ده الكفر بتاع ده الكفر بتاع القاعده بتاعت الكمبيوتر، ليه رباط من ورا تربطيه بيه علشان ممكن ما يتهزش، شكله جميل برضو. هنا احنا عندنا ده المفرش بتاع الترابيزة، يعني شكله كيوتي وكده. ده المفرش بتاع لوحة الكيبورد. هنا ده المفرش عندنا 3 أرفف، ده الثلاث مفارش ليهم. هنا ممكن نحط في الرف ده اي حاجه تبع الكمبيوتر، مثلا كتب، نوته كده يعني. هنا ده الرف بتاع السي دي، وده رف ممكن تحطي فيه السماعات الخارجيه او اي حاجه، يعني اي جهاز كده يعني. وده مفرش للرف بتاع الكيس. دلوقتي احنا ننتقل للعلبة بتاعة السي دي، هي عبارة بس هي يعني مش لازم نحط فيها سي دي او كده، ممكن تحطي فيها اي حاجة. هي عبارة عن علبة كرتون، خدنا مقاسها للقماشة وخيطناها، حطينا لها كمان دانتيل وشكل القلب علشان يبقى كيوتي وتبع المفرش وكده. وده كان الفيديو بتاعنا، واتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى تعملوا لنا سبسكرايب لقناة باقة افكار، وممكن تتابعونا على صفحة مشغولات يدوية نانا هاند ميد على الفيسبوك. واتمنى يكون شكرا على المشاهدة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم.